جل وشباب حي موسى، وذلك برسم الدور التصفوي الأخير لكأس الجمهورية المنتظر يوم السبت المقبل، وهو الدرب الاستثنائي الذي لا يحدث إلا في مباراة الكأس، والذي ينتظر أن يكون عرسا كبيرا لولا ضيق الملعب الذي يبقى وحده خيبة ألف الأنصار. المراسلة لصالح عمير. لا شيء في أحياء عاصمة الكورنيش جيجل إلا الحديث عن الدرب المنتظر بين شباب جيجل وشباب حي موسى السبت المقبل برصد الدور التصفيوي الأخير لكأس الجمهورية، وهو الدرب الذي لم تعشه الولاية منذ سنوات. مقابلة كأس اللي يفوز يكون وراه هو اللي راه يمثل جيجل ويمثل الولاية، ما يكون يعني غير الخير ان شاء الله. هذا لازم يكون عرس كروي، وعلاش؟ باسكو هما حما براسكو حما وحدة، كبلاد وحدة، يقراو مع بعض، يسهروا مع بعض. الكل يأمل في أن تكون المقابلة عرسا كرويا ما دام الدرب لا يتكرر إلا في مناسبة الكأس. دربي لي أول مرة إن شاء الله هي انسلاكة في المباراة هذه، دربي الولاية 18، إن شاء الله نتمناو يعدي في روح رياضية. مباراة عادية كما يقولوا، سي لا بوميير فوا كما اللي راهي تلعب أن دربي أون طرفي لاج موسى وجي أس دي، إن شاء الله المباراة تمر في ظروف جيدة. ويبقى ما يقلق الأنصار هو ضيق ملعب العقيد عميروج، فيما اتخذت الجهات المسؤولة ضيق الملعب قيد الحسبان. ما يكفيش الملعب، يعني سواء منا ولا منا ما يكفيش الملعب باش الانصار هذوما. الاستاد صح ما يكفيش، تفاصون ان شاء الله على حسب ما سمعنا الاخبار اللي نقلوها، باسكو فيما يخص هذه تاع الاخر قال لك يديروا دي طاشون. كل المناصرين تاع شباب جيجل يديوا الحصه تاعهم 2000 تذكيره، وشباب حي موسى يدي 2000 تذكيره. دربي بقدر ما سيشد أنفاس الجماهير هو أيضا مرشح لأن يكون كرة ومتعة فوق المستطيل الأخضر، ويبقى الأمل الغالب بين أوساط الأنصار أن تتفوق الروح الرياضية أولا وأخيرا. في الكرة الصغيرة قال المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة اليد سفيان حيوان